فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على النبي الذي اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته الأعظم المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع سنن الترمذي كتاب الجنائز. قال باب من قدم باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. روى المصنف بسند صحيح قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني من ثقات الأثبات رواه الجماعة عن مالك بن أنس. مالك هو النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم حول الإسناد. وحدثنا الأنصاري وحدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري، عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أعلم التابعين، عن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله عنه ضاء سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وتحلة القسم هنا المقصود بها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال في الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الرجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة ابن إياس المزني قال وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني. قال أبو سعيد حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وهنا في قول لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد على العدد، ولكنه قل أيضا في رواية أخرى ثلاثة من الولد فتمسه النار إلى تحية القسم، يعني معنى ذلك أنه رضي بقدر الله جل في علاه كما جاء في الحديث العظيم إن إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وفي قوله فتمسه النار أن لا يدخل النار لأنه بصبره على قدر الله جل في علاه ينال رضا الله جل في علاه، ومن نال رضا الله يكون في الجنة إلا تحلة القسم، وهذا في قسم الله جل في علاه منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وهذا بيان أنه نجا من النار ويدخل الجنة من أول وهلة. وأما الورود غير المكث، أما قوله في الباب عن عمر ومعاذ وكعب فأيضا في حديث عبد عن مطرف بن الشخير وعبادة بن الصامت وعلي بن أبي طالب وأبي أمامة وأبي موسى والحارس وجابر بن سمرة وعمر بن عبسة ومعاوية بن حيدة وعبد الرحمن بن بشير وزهير بن علقمة وعثمان بن أبي عباس وابن أبي العاص وعبد الله بن الزبير وابن النضر السلمي وسفينة وحوشب بن ضخمة والحسحاس ابن بكر وعبد الله بن عمر والزبير بن عوام وبريدة وأبي سلمة راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي برزة الأسلمي وعائشة أم المؤمنين وحبيبة بنت سهل وأم مبشر ورجل لم يسمى رضي الله عنه أجمعين. وهذا الحديث حديث أبي هريرة حديث أخرجه البخاري ومسلم. من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم في رواية أخرى رواها المصنف ولكن فيها ضعف، فيها أبو محمد مولى عمر بن الخطاب فيه جهالة. حديث عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة ابن مسعود عن أبيه، وباتفاق أبو عبيدة لم يسمع من أبيه من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالإسناد فيه علتان أبو محمد، والعلة الثانية أبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. قال من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم وكانوا له حصنا حصينا منه. وهذا الحديث وإن قلنا بأنه ضعيف لما أتى به لأنه
يقيد ما أطلق في الرواية الأخرى. قال من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم. يعني الشريط أن يكونوا صغارا، كانوا له حصنا حصيرا من النار. قال أبو ذر قدمت اثنين. قال واثنين. فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا، فقال وواحد، لكنما ذلك عند الصدمة الأولى. وهذه فيها ثلاثة، فيها أيضا أن من قدم ثلاثة من الولد الصغار ورضي بقدر الله جل في علاه، لأن هذه دائرة على قوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال هنا كان له حصنا حصينا من النار. فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا، قال وهنا في الرواية الأخرى قال أثنين، قال فأثنين. فحصيلة الأمر هي مسألة الرضا بالقدر، حصيلة الأمر هي مسألة الرضا بالقدر، فمن رضي فله الرضا من سخط فعليه السخط. فالأصل فيها هو حسن التسليم لقضاء رب العالمين، حسن التسليم لقضاء ربنا العليم سبحانه جل في علاه. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أيضا في ضعف، لأن الحديث مدار على علي على عبد ربه ابن بارق الحنفي وهو ضعيف. يقول من كان له فرطان من أمتي أدخل الله بهما الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ قال ومن كان له فرط يا موفقة. سبحان الله، ولنعمة ما يقال عنها يا موفقة. قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال أنا فرط أمتي لن يصابوا مثلي. لا، الجهاد لا يدخل في هذا. وقال وعيسى هذا حديث حسن غريب لا يعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق وهذا ضعيف. قال وقد روى عنه غير واحد من الأئمة فيها أنه من كان له فرطان يعني ولدان صغيران مات. عليكم السلام عليكم السلام عليكم، زادكم الله حرصا هذا الفضل العظيم. فرطان أي اثنان. وفيها كما قلت مادة الصبر على قضاء الله جل في علاه. وعائشة قالت له فرط، قال وفرط، وهذا توسع على الأمة، لذلك قال لها أنت موفقة. لا، الله وفقك للخيرات ووفقك بالسؤال الذي يكون فيه رحمة للأمة، وتكون لك بعد ذلك الأجر العظيم لما يسرت على الأمة جميعا عندما بينت أنه حتى لو قدم فرط واحد كان محتسبا فيه فإنه أيضا يغفر له ويدخل الجنة بذلك. الفوائد المستنبطة: فضل الصبر على المصيبة، من رحمة الله إن قبض الله الولد من أهله فالخلف الجنة، حسن الإتقان بحسن السؤال، حسن الإتقان في العلم بحسن السؤال. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.